هذا تعرفه ابو عبد الله مجيد كرشمي. اي هي ابو سلمي على ابو حاتم. اي هذا من اهل عفيف. من الرس يقول من الرس. من الرس؟ ايه انا خابر مركز صحي. تبي شوط ثاني يا شيخ؟ شوف المطر يا ابو حاتم. يا سلام يا سلام يا سلام. عبد الله الكرشمي هم. اعطيك اي عبد الله. تبي نرجع شوط ثاني يا شيخ ولا؟ ولا اكتفينا؟ اللي تبون. ها؟ اللي تبون. قهوه. اللي ترى يا شيخ. في بركه. اخبارها الجو؟ الحمد لله خير. طيبين. السلام. ابو حاتم. هناك يا ابو حاتم. نرجع شوط ثاني ولا خلاص؟ بعيد. والله لي شفت الدكتور. رجعنا شوط ثاني بدخلنا في الزواج وما الزواج. لا احنا بنجلس نطلب الله يا ابو حاتم. لا لا نذكر خلاص. الله. طيب ادعنا ادعنا ابو حاتم في نزول المطر. الله انه يزوجكم. هذا ما في ما في حيله. مثنى وثلاث ورباع. هذا من اوقات اجابه الدعاء نزول المطر. يا سلام. ايوه بس يوم جمعه ونزول مطر وصايمين. يا ربي لك الحمد. بعد الصيام وقت افطار. وقت الافطار فادع لنا بحاجة زينه. ما نبي شيء شيء نزيه من الزواج، ما عندكم من الزواج انتم بس. هذا ابو خالد احنا لكم النية والذرية. هذا ابو حاتم الله يهديه. هذا ابو هشام يا اخي ابو هشام ما جات معي. ماسك على ابو خالد. انت ولدك اسمه هشام صح ولا لا؟ في الاطراف ها؟ هذا شايب بن عمره حول 70 قال ما يدعي عياله روحوا لفلان انت معي. اسلم. لا لا ماني معك. واخطبوا واخطبوا لي فيها زواج وخطبه. لا لا ماني معك. لا من معك ابو حاتم. واخطبوا لي بنت فلانه. ضد هالموضوع احنا. بنت فلانه الثالثه يعني قدامها ثنتين. الجلوس في الاطراف. والله ويروحون يخطبون له. قال من هي له؟ يقول ابوهم. الواحد منكم قال لا والله الا الشايب موصينا. الشايب يقول روح اخطبوا لي عند فلان. ويبغى فلانه، قال فلانه قبلها ثنتين. طبعا الكبيره 35 وليدونها 33 وهذه اللي خطبها 30. يا الله شوف كم الاعمار يا ابو عبد العزيز. قال هذه العنوسه اللي احنا نتكلم عنها. اي قال, قال 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 شوف والله اروح استشيرها ان وافقت والله ما عندي مانع زوجته. يوم جاها قالت يا ابويا اختي فلانة عمرها 35 واختي فلانة عمرها 33 وانا عمري 30. كل ما جوهن خطاب طيب طيب بعدين احنا ما نبغى الزواج الحين. انا ابغى الزواج. يا سلام. انا ابغى الزواج الحين. تبغى الزواج ابو حاتم؟ هذا الموضوع. المهم تزوج. شوف الزبدة. تزوج وجعلهم حول 5 بزران والثنتين ما بعد تزوج. قالت شوف يا ابويا يوم تقول لي خواتك وخواتك خوات معيات وراح الوقت عليهم. انا بعلق بس على كلامك تعليق حقيقه مهم. يعني بعض الفتيات الان لا تعال من هنا تقول الزواج ما هو مهم والوحده تعيش مرتاحه ولا يلزم زوج ولا يلزم. وهذا خطا. هذا من التفكير الخاطئ عند بعض الفتيات. انها بعض الفتيات تقول ما يحتاج اني اتزوج ارتبط لي بزوج وابلش انا وياه ولا اقدر اخذ حريتي ولا صح. اطلع ولا اتحرك ولا شيء. صحيح. هذه من التفكير الخاطئ اللي زرع في اذهان بعض الفتيات في الوقت الحالي للاسف الشديد وما فكرت في المستقبل فيما بعد. يعني اذا كبرت هذه المراه ما تحتاج الى ابناء يبرونها، ما تحتاج احد يقوم عليها، ما تحتاج. كل امرأة يعني فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها وفطر عليها الأزواج والزوجات إن المرأة يكون لها أطفال. يعني حتى وجود الطفل في حياة المرأة نعمة، نعمة من الله سبحانه وتعالى وزينة كما قال الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فهي زينة. يعني كثير من الفتيات اللي تفكر أنها ما ترتبط أو أنها مترددة أو أنها تسمع بعض الأخبار اللي تنقل لها هذا خطأ بلا شك. بل متعة الحياة وزينة الحياة في وجود الأبناء. صحيح. ولذلك نجد بعض الناس يعني الذين رزقهم الله سبحانه وتعالى ذرية من النساء والرجال يبذل الغالي والنفيس بل ربما بذل ملايين بحثا عن علاج حتى ينجب الأطفال. لذلك العروسة مشكلة والحلول موجودة. يعني يتنازلون شوي البنات عن بعض الشروط، يتنازل الأباء عن بعض الشروط، تنازل الأمهات عن بعض الشروط.
فتمشي الامور تمشي الامور. ابو خالد اسمح لي طال امتداد كلامك. تفضل. عن الزواج والتنظير الحقيقه ودنا نوجه دعوه للاباء، البنت اللي جيها نصيبها لو هي الثالثه والرابعه لا تقول فلانة قبل، لا لا خلها تروح. صحيح. ان شاء الله الثانيه والثالثه والاوله بيجيهم نصيبهم. كذلك الاولاد، بعض الاولاد خاصه الان يقول لك والله انا بخلي تعليمي انا وظيفتي الى في ولد قدام ولدي ولا ابوي بتزوج جوزه مو بلازم يحتري اخوانه. الحقيقه هذه دعوه يعني لا حتى الامور تمشي. وفي امثله يعني في ناس بنات تتزوجوا وتتزوجوا اخواتهم اللي قبلهم. معنا ابو تخيل عنده قصه ولا تعليق؟ لا والله تعليق على كلام الربع. اسلم مني وجه. اسلم اذكر فيه شايب اسلم عليه ثلاث بنات وانا عمري 15 او لا عمري الحين 65 و... وعنده لا انت توك صغير الحين. اي نعم حصل اللي حصل. عادي كذا وعنده خانم مواجهة وفي بر وجوز بناته يا طوال العمر. قالوا ربعنا خل البنات يرعون الغنم وخل البنات. قال لا بسهل الله امري وانا اللي برعاها خلهم يتوفقون ويجوزهم ويرعى غنمه على سيارته. يا سلام. ويجي عليهم رعان ويقومون يزورونه. بدأ شفهم على شف عوال بناته وبنات قاموا يزورونه ومتثرين عشانه. بدأ شفهم على شف. صحيح. وهذه من العلامات الطيبة. الله أكبر. الله يسعدكم يبارك فيكم. صراحة اليوم كل ما نفتح موضوع أحس أن الموضوع هذا يحتاج إلى يعني تشعبات. هو يتشعب ويحتاج يعني إلى وقت وإلى حلقات يعني. لكن نستغل صراحة تواجد